للإضاءة على هذا الموضوع ضيفنا في حكي مسؤول لليوم أمين عام حركة مواطنون ومواطنات في دولة الدكتور شربل نحاس، وأنا رح أقول وزير أسبق ما بتقول. وأيضا لدينا اتصالات هاتفية مع ضيوف أعزاء سيشاركوننا الرأي حول الملفات التي سوف نتناولها. أتمنى لكم الوقت الطيب معنا، وأنتقل للترحيب ضيفنا دكتور شربل نحاس، ضيف عزيز، أهلا وسهلا فيك معنا. بالمتاهلي، الله يخليك، يعطيك ألف عافية. اليوم المواطن اللبناني إذا بدنا نوصف له وضعه دكتور شربل، وأنت الموجود على أرض الواقع بظل كل هالملفات اللي رح نتحدث عنها شيئا فشيئا، شو حال هالمواطن اليوم دكتور؟ المواطن ما بتصور بحاجة إنه يوصف له الوضع، لأنه عم بيعاني منه مباشرة. شو بدنا بالحكي على التلفزيونات؟ بحياته اليومية، يعني هو شخصيا، عائلته، أصحابه، قرايبه، عم بيشوف انه مدخوله عم بيقل، معاش ساعة بيقبضه ساعة ما بيقبضه، اذا عنده محل مبيعاته عم تنزل، اذا مديون مقصر على الدين. يعني الامور واضحة للعيان، ما بدها شرح. المسألة الاساسية هي شو بينعمل؟ بس إنه عم بقولوا له مخاوفك مش بمحلها، هون الحكي. دايما نسمع تطمينات والبلد ماشي حاله والاقتصاد عم يوقف على إجراه، مش هيك المواطن ضايع إنه بين مشاعره الحقيقية واللي عم بيعيشه وبين اللي عم يسمعه كمان اليوم. ما بتصور حدا يعني غافل لدرجة إنه منه شايف الواقع، يعني. وزيادة التطمينات والصناعة بالعكس بيزيد مبررات القلق، يعني ما بدك شيء كتير انه الفوائد طلعت عمليا ضاعفت من السنة لليوم، الديون المتعثرة للأفراد وللمؤسسات الصغيرة والكبيرة مبينة، يعني الأمر كتير واضح، ما بتصور في أي لبس فيه. المسألة المفصلية هي كيف التعامل مع هالوضع، وهذه بترتب مسؤولية على كل واحد، ترتب علينا مسؤولية وكل مواطن بترتب عليه مسؤولية. يعني تفضلتي بالتقديم، قلتي انه كما لو مسألة بدأت بعد تأليف الحكومة، هو العكس، يعني تسمحي لي انه نعم، الامور من 2015-2016 بوادر المشكلة المالية ظهرت، يعني ما يسمى الهندسات المالية بصيف 2016 يلي أغدق فيها بضعة مليارات من الدولارات من مال الناس، يعني بتاع المصارف تاخدهم وتحاول تغر بعض أصحاب الرسمية البركي بيجيبوا شوية دولارات، كانت خير دليل أنه الحالة خرباني، حتى الواحد في روح أكتر من هيك، يعني أنه هذه التسويات يلي هبطت فجأة، يعني بانتخاب ميشيل عون رئيس جمهورية ومجيبة سعد الحريري رئيس حكومة والتوافق وكذا، هذا كان دليل إضافي على أنه هذه المجموعة فهمت أنه الوضع خربان، لازم يضبطوا صفوفهم. والمهرجان التافه يلي سموه انتخابات ويلي للتذكير، يعني سبقوا قبل بشهر مهرجان إعلامي طويل عريض سموه سادر، يعني كله هيدا كان لأنه هؤلاء المتسلطون شعروا أنه أيامهم خالصة والأنين، فقعدوا يرتبوا صفوفهم وينظموا مهرجانات تأييد والآخره. للأسف في ناس مشيوا بهاللعبة، يعني ضيعت فرصة. هلأ بتقولي لي عم بيعملوا وعود، الوعود ضيعت فرصة شو دكتور شربل؟ ضيعت فرصة إزاحة، هذه الجماعة العاجزة. كان في إمكانية برأيك؟ والله الإمكانية طبعا، مش لا من فرصة، بظل أنه المواطن اليوم يعني للأسف في منه عم بيبادر ليعلي الصوت وينزل على الأرض، وفي اسم كبير لا، يعني يا راضيين يا خانعين، يعني ستنا آخرتها نحن وانتو بهالإزاعة، نحن شو معتمدين؟ يعني معتمدين أنه إذا شخص إجا يحكي مع ناس تانيين مواطنين ومواطناته بالعقل وبالمنطق قادرين يوصلوا إلى المعرفة، وإذا وصلوا للمعرفة وكان عندهم شوية جرأة تتغير الصورة. نعم، ما نشكل الوعي، وإلا لا شو، يعني وإلا لا شو. هلأ إيه، تروحت فرصة دون شك. هلأ بعد هيك نحن كحركة، يعني بتشرين الماضي، يعني هلأ صار له 7 شهور، اعتبرنا أنه خلص الموضوع، صارت حظوظ حصول أزمة مالية جارفة مرتفعة إلى درجة
أنه لا يجوز بقى الاهتمام بأي أمر آخر، بتفرض نفسها المسألة. فوجهنا رسائل وقتها بعد مؤتمر صحافي إلى 6-7 أشخاص اللي زعم الطوائف، يعني هدول هن الأساسيين، والمصرف المركزي لأنه هو المطبخ وجمعية المصارف حواليه، وسفراء الدول الكبرى. نحن بلد صغير، يعني الخارج هو اللي بيقرر على حال بذهن المتسلطين عنا، القرار بيجي من برا مش منهم، يعني بكل شيء بالمنيح والوحيش. تنقل لهم أمر كتير بسيط، أنه البلد على شفير أزمة مالية جارفة، وشو ما كانوا خلافاتنا معكم وهي أكيدة، يعني اليوم في مسؤولية مشتركة، وأنتوا قبل ما تألفوا حكومة لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته، لأنه إذا ألفت حكومة على شكلة يلي موجودة هايدي رح تكون عاجزة عن مواجهة الواقع، لأنه هايدي بدها إدارة مرحلة انتقالية. عم نحكي عن توزيع خسائر وإعادة تكوين العلاقات السياسية والاقتصادية، في خسائر، مش عم نحكي هني توزيع أرباح بيعلقوا بعضهم بقى كيف تربيع خسائر. هذه بدها صلاحيات استثنائية وكذا، قلنا لهم هالشيء. البعض جاوبوا وقعدنا حكينا معهم، يعني اللافت أنه الزعماء السياسيين بيناتهم في واحد بس جاوب، هو الأستاذ نبيه بري، يعني المصارف كذا الاجتماعات نعرف الحالة من الداخل، نحن مش غرب عن قصة. والدول الخارجية يعني صار في اتصال من السفارتين الفرنسية والأمريكانية للتشاور بهالموضوع، للأسف ألفوا هذه الحكومة اللي بلا طعم. يعني كمان هيدي كانت ترويح فرصة. بحب بس نبه لشيء يعني للمستمعات والمستمعين، كل شهر عم بيمرق، كل شهر عم بيمرق من تشرين لليوم، البلد عم بيخسر مليار دولار من الأموال بالعملات الأجنبية اللي عنده، يعني البلد ككل كل شهر، يعني صار رايح 5-6 مليارات من وقت هذا الشيء. تمن الوقت هايل. تحت أي عنوان عم نخسرهم هول يا دكتور؟ عم بيطلع وضعنا، نحن عنا بلد يلي بيستورد أكتر بكتير ما بيصدر، ونظرا للأوضاع المالية اللي موجودة في ناس بدل ما يجيبوا مصاري مثل ما كانوا يعملوا عم بيطلعون لبرا بكل بساطة. بالنتيجة هذا البلد ككل بمعزل عن التفاوت والاختلافات وكذا بقلبه، كله كسوا عم بيخسر مليار دولار بالشهر. بس الناس يوعوا قديش كلفة الوقت باهظة. خبرية انه عم نشتري وقت هي كذبة، ما حدا عم بيشتري شيء، عم بينهدر وقت بكلفة باهظة. امام هالامر بيصير طبعا النظرة اللي الواحد بده يوليها للحركات اللي عم بيقوموا فيها هؤلاء بدها تكون كتير واقعية، يعني تحت تسمية موازنة وما موازنة وخناقاتهم وقصصهم وصلحاتهم. يعني طيب نجي لمشروع الموازنة دكتور شربي، كمان بنظرة عامة هذه الموازنة اللي صار لأشهر عم تندرس، عم ينبحث على سبل تمويلها، عم ينبحث على إيقاف الهدر ببعض الأمور فيها، وأيضا لجان نيابية عم تدرسها وغير ذلك. بعدنا لليوم وصلنا لخواتيم السعيدة، ما بعرف قد الوقت كمان هل هو مفتوح، عم يفترض أن يكون محدود بهذه الحالة. رح نخلص العام 2019، صرنا تقريبا يعني بالربع الأخير. نعم. هالموازنة هل هي كمان ملهات أخرى عما نحن نعيش الشعب اللبناني يوميا على وعوده، نحن رح نجيب إيرادات ونحن رح نخفض، لا هيدا الموضوع قدرنا نشيل منه مصاري وحطيناه هون وغيره. نسمع رأيك بشكل عام بهالسيرورة اللي عم تمشي فيها الموازنة وصولا إلى اليوم. نعم. يعني أنا لما تشرفت وتلقيت الدعوة لليوم قعدت للمرة 20 يعني قريت الموازنة سطر سطر، يعني مادة مادة، وعملت تبويب لبنودها، هي فيها 86 مادة يعني من غير شر. شو مدلولة؟ ليش هالشي؟ هلأ بنوصل له إذا معنا وقت. لأنه هالموازنة أمر كتير عجيب. بداية راحوا هن زيتون يعني على باريس على مؤتمر صادر اللي رتبولهم يا الفرنسيين وعزموا كل العالم، ووعدوهم انه مليارات ديون واخبار. طيب عظيم. السؤال البديهي هو التالي، هن زيتون الحكومة هي زيتها، طيب هدول قال خبرونا انه هن كدولة لبنانية، شوفي شو الاسم الفخم يعني كأنه عنا دولة، هدول راحوا قال عملوا التزامات تجاه اللي بيسموه مجتمع دولي. طيب إذا رحتوا عملتوا التزامات معناتها أنتوا بادرتوا مش هيك؟ طيب إذا هيدول الجماعة
راحوا التزموا بأمور معناتها التزموا فيها بناء على تصور هو لديهم، مش هيك؟ طيب هوديك يوافقوا على الالتزامات، سجلوا لهم، عندهم مسجلي سجلوا، قالوا لهم والله برافو عليكم، نحن رح نتابع تنشوف اذا رح تقوموا بهالالتزامات. بس هيدي التزامات هني قاموا فيها، معناتها هني عارفين تماما شو بدهم يعملوا. كان لازم يعملوا الموازنه تاني يوم قبل الانتخابات عشوائيه، طالما الصوره هالقد واضحه. ما زال هني اللي مبادرين، مزبوط. اذا كانت التزامات، هلا اذا ما كانت التزامات وكانت شروط مفروضه من الخارج، إيه لا هيدا شيء تاني، تفرق. لازم يرجعوا ويناقشوا هاي الشروط مقابل شو. طبعا فينا نفوت هلا مش وقتها صفقه القرن والاخبار وكذا، كانت واضحه تنشوف يا هيك يا هيك يا هيك. طيب اذا كانت التزامات معناتها هؤلاء راحوا كذبوا هنيك، لانه ما تري ما عندهم هن ولا تصور، والبرهان ما عملوا موازنه بوقتها وما عملوها بتاريخها الدستوري اللي هو تتقدم ب تاني اسبوع من تشرين الاول. ليش ما قدموها؟ واذا عندهم التزامات هن من بنات افكارهم، لكن تاليف الحكومه يكون كتير سريع. طيب هلا فيها تكون كذبه مركبه، يعني انه هيدي الشروط بس من باب العيب والحياة كذبوا على المواطنين بلبنان ومواطنات وقالوا إنها التزامات. وفيها تكون كمان أسوأ من هيك كذبة تالتي بشكل تالت، هني عندهم مطامع معينة ليمرقوا عدد من الصفقات، فراحوا لبسوها كما لو كانت إرضاء للخارج وهي لصفقات داخلية يتم ترتيبها. وإن كان كذلك وقتها ما سميناه هدر الوقت بيصير بالنسبة لإلهم كسب الوقت ليمرقوا الصفقات. اللافت إنه خلال همروجة الموازنة قديش في إشياء غريبة ما كان مفترض تصير، مثل اهتموا قال بقانون الكهرباء وبتلزيمي مشبوهة بدار عمار. إيش شو الله حشركم بشغله؟ الأمريكان حزك مزك هني والفرنسوية مشان خبريت النفط وتلزيمات النفط والزيح كيف بيمرق وبالبر وبالبحر. طيب هيدي كلها تثير الريبة، معناتها أنه هني عم بيضحكوا على الناس بحجة الموازنة، نعم، ومستعدين يكلفوا هذا المجتمع أكلاف باهظة لهدر الوقت. لقاء شو؟ لقاء تستوي هذه الطبخات يلي هني عم بيستهدفوها. لأنه الموازنة مثل ما إجت، يعني حدا بيعمل موازنة عن سنة صار رايح نصها انطلاعا من حسابات سنة الماضية يلي ما حدا بيعرفها بما في ذلك الوزراء، نعم. يعني شيء ما بيضحك، يعني شيء ما بيضحك، شيء محزن، شيء محزن. هلأ بعدين إجوا طلعوا لنا بخبرية إنه شو قال؟ بدهم يخفضوا العجز ويقللوا الدين. كخيي لا بقى عن جد، ليه؟ ما هني هيدول مين هني؟ مين هني هيدول؟ هني اللي جابوا العجز للبلد. لا مش جابوا العجز، لا ما هني وجود كزعماء سياسيين قائم على العجز وتوزيع المنافع للأصحاب والأزلام. وإلا مين هني هيدول؟ هيدول زعماء حرب بنيوا لحالهم شعبية من خلال وضع اليد على مزاريب المال العام لتنفيع الأزلام وشراء الولئات والذمم، مش هي؟ طيب هني العجز، هني العجز بذاته. وأما الدين، ما هني هيدا الفريق، في فريق تاني اللي جايب مليارات الله أعلم كيف من صفقات ما حدا فهم كيف صارت، كيف معهم مليارات. هيدول اجوا لهون وكتير كيفوا انه زملائهم عم بيعملوا عجز، هني صاروا يمولوا دينوهم، مزبوط. وأراكموا ثروات، يعني المصارف في لبنان أموال الخاصة رسميلة زادت 200 مرة من التسعينات لليوم. وبالتالي ناس شكلوا انطلاقا من العجز، سموه هدر فساد اللي بدكم اياه، التسميات ما بتغير شيء، وضع كزعماء، وناس تانيين ثبتوا وضع كاثرياء من خلال الدين. هلا فجاه هيدول الجوز فاقوا الصبح انه ما بقى بدنا عجز ودين، لا بقى عن جد، لا بقى شيء بيشغل البال. فإذا كله بياخدنا لفرضية إنه هيدا بالإجمال ما في جدية بالعمل ومش رايحين على تسوية الأوضاع، في جدية، جدية لمصالحهم مش لمصلحة الوطن. هؤلاء تيقنوا إنه الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد رايح إلى الإفلاس، وهم يتموضعون انطلاقا من هالاقتناع للمرحلة اللي بعد،
كيف يعني؟ بعد في شيء بدهم ياخذوا طبعاً بضل إيه لا لا والأزمة منا نهاية الدنيا. الأزمة هي محطة موجعة بس واحد بده يتعامل معها كمرحلة. عشان هيك بنسميها مرحلة انتقالية نحن. كيف عم بيعملوا هني؟ هني عم بيجوا بيحاولوا يرتبوا بحجة الحشرة وإنه بعض الصفقات من يلي لمحناهم من شوي شي بالكهرباء شي بالبترول شي بالمطارات شي بالاتصالات من جهة. من جهة تانية هني عم بيحاولوا يفرجوا للخارج إنه هني أبضيات بيشتغلوا لا لا هني شرسين هني بيخفضوا العجز وبيطلعوا بأرقام 7.59 لا مفهوم شو الرقم اللي عم بيقسموه على التاني اتنيناتهم مجهولين يعني أرقام خنفوشيرية بس في إصرار على إنه هني يا لطيف شو صار مين وحتى بيوقفوا بوجه جماعتهم لأنه هني ما بيشوفوا إنه في مواطنين ومواطنين بلبنان بيشوفوا إنه في جماعتنا وجماعتكم بيوقفوا ضد جماعتهم. ليش عم بيبدعوا بهالجسارة الرهيبة؟ بتقديري لأنه متيقنين أنه جاي التفليسي وأنه هيدي التفليسي لح يجي معه صندوق النقد والأمريكان والجماعة وهي دول بده يكونوا متى ما إجوا حطوا سطوتهم هون بيحتاجوا وكلة. بقى هودي الجماعة عنا اللي بيسموهم سياسيين عم بيحاولوا يفرجوا لهذه اللجنة الفاحصة انه هن خرج يكونوا وكلاء لما بعد التفليس. مشان هيك هالاصرار على الظهور انه يا لطيف والارقام وكل ارقام كذب بكذب غلط بغلط ما إلا ولا علاقه بشي. يعني عم بحاول بس حط قدام المستمعات والمستمعين شو هي التفسيرات يلي ممكن تبرر هالسلوك يلي ما إله ولا علاقة بالواقع ويلي طيب. كلفته هيلي في فرضية تانية دكتور إذا بنناقشها إنه هول الأشخاص عم بيحاولوا هلا يلمعوا صورتهم بإنه نحن هالملفات بدنا نعالجها ونحن ضد هيدا الهدر وهذا ممنوع حتى لو من جماعتنا بنسلمه للقضاء ويتحاسب والفساد اللي كان عم بيقوم فيه نحن رفعنا عنه الغطا وغيره خوفا من المحاسبة بعدين. ما بعرف رح أسأله هيدا السؤال إنه أنتوا اللي وصلتوا البلد لهون بالتالي تعشوفوا أنتوا مسؤولين عن هذا الموضوع فربما عم يتداركوا هني هالوقت بعد ما وصلنا لهون نحن عم نسعى من الصورة نحن عم نسعى حركة سياسية مع ناس كتار إنه نحط المسألة في سياق الصحيح. حكم دام 30 سنة لهؤلاء يعني زعم الحرب وزعم الصفقات المالية حقبة من تاريخ البلد احنا ما كنا مبسوطين فيها بس حقبة فعلية هيدي الحقبة خلصت. هودي الجماعة ما بقى فيهم يكملوهن اليوم السمة الغالبة عليهم هي العجز. هيدول ما بقى فيهم يكملوا لأنه لا يكملوا هيدول لازم يكون في شرطين. أول شيء بدها تكون الأطراف الإقليمية مش علقانة ببعضها راضية عليهم فيقدروا هن يلعبوا هون. تاني شيء لازم كل سنة المغتربين اللبنانيين والمال السياسي يجيب له شي 10-12 مليار دولار أو 15 مليار دولار هلأ صاروا على البلد تهني يقدروا يتصرفوا فيهم ويعملوا اللازم يعني يبالطلوا الناس تيشتروا ولياتهم ويغزوا المصارف تضل تقدر تعلن تحسين. أرباح وتجيب دفع إضافي. هذان الشرطين ما بقوا متوفرين وبالتالي هيدول بقاء كل يوم بيبقوا هيدول هو جريمة. هل معناته أنه شو ما كان؟ لا هيدا معناته اليوم المهمة هي تظهير بديل يدير المرحلة الانتقالية ويطوي صفحة بلد حكموا جماعات الحرب والصفقات وأصابوا منه مقتلاً. يعني مش مقتلاً إصابات بليغة. نعم طيب فرضاً بقي هيدا الطاقم السياسي وما قدرنا غيرنا بس اليوم في محاولات لوضع هذه الموازنة اللي هي بيحاولوا من خلالها ترشيد الإنفاق وإعادة إيقاف الهدر وغيره. شفنا قطاعات كبيرة بالبلد طالتها هيدا التخفيضات بالمعاشات أو بالرواتب التقاعد أو إلى ما هنالك. اليوم في عنا صرخات طلعت من القطاع العسكري في عنا صرخات طلعت من تربويين في اللجوء إلى هذه القطاعات من الناس كمان هل هو كان الحل الوحيد؟ ليش تم التوجه إلى هؤلاء في حين أنه كلنا بنعرف أنه المصارف موجودة فينا نستفيد من زيادة نسب الضرائب على الإيداعات أو الأملاك البحرية والنهرية وإلى ما هنالك كمان طيب. واضحة الصورة نعم. ليش حتى أثاروا عليهم زوبعة من قبل هذه القطاعات نعم. خاصة الأمنية والعسكرية يعني والتعليمية نعم. نعم. طيب هيدا تماما اللي حاولت
شير لقلو من شوي لما قلت لك انه هؤلاء يسعون للحصول على وكالة من اللجنة الفاحصة اللي هي القوى الخارجية. أيه. وتيحصلوا على هذه الوكالة بدهم يثبتوا انه هن قادرين يقمعوا. وبالتالي تعمدوا، لانه الايرادات يلي على الدفتر مسجلة قديش بدهم يطلعون من هذه الاجراءات منا شيء قدام الموارد اللي ذكرتيها. أيه. وبالتالي ليش تعمدوا؟ ما نعتبرهم اغبياء هؤلاء، ما نعتبرهم أيه. اغبياء، تعمدوا هذا النمط من الاجراءات ليثبتوا لمعلميهم بالخارج انه نحن ما تعتلوا هم، نحن بنقمع عند يعني حتى نتجاوز خطوط حمراء، نحن ما عندنا مشكله لحتى نظبط الوضع. هلا تفضلتي وقلتي انه قضيه الموازنه، اذا بتسمحي لي بس نستعرض شوي بسرعه الموازنه، بس انه خلينا نحط كمان المستمعين والمستمعات بالصوره شوي صغيره. نحن المشكله عندنا بالبلد لا عجز ولا دين، على العكس العجز والدين هن اللي غزوا كل هذه المنظومه الاجتماعيه والسياسيه. نحن المشكلة اللي صارت انه ما بقى في دولارات، كان يجي كل سنة 15 مليار دولار يلي من دونهم الآلي كلها بتخربط من 2016، برغم يلي قام فيه رياض سلامي والمصارف والآخره، هذا المبلغ لم يعد يؤمن. وبالتالي نحن مخزون ما تبقى لدى البلد ككل من عملات أجنبية مثل ما قلت يتناقص باستمرار، والوتيرة هي مليار دولار بالشهر. طيب عظيم، كيف الواحد بيواجه أزمة مثل هاي بمنطق الزعامات الطائفية والصفقات؟ في جرب بالشحادة بالبرطيل، بالبرطيل جربت هندسات المالية ما نظبطة، بالشحادة ما في لأنه كل المنطقة خربانة، القيود يلي موضوعة على إيران بنعرف وينية، الأموال تبع دول النفط العربية رايحة بمعظمها لشراء السلاح، ودونالد ترامب يعني عم بيخبرنا بوضوح ما بده مين يفسر، ما بقى في مصاري. طيب شو بدهم يعملوا؟ فيهم يعملوا بعض الإجراءات لمحتلها، اللي هي إنه يرتبوا حالهم قبل ما تقشط لما بعد. يعني إذا في كم شغلة رح تضل تطلع مصاري بعدها بنحط إيدنا عليها هلأ. يعني الاتصالات منيحة، المطار بس هيك راح تزيد الخلافات. ايه ما هني مختلفين مع بعض تماما، في مشكلة قلت الموارد هلا تماما، مشان هيك الخناقات بيناتهم. انت ملاحظة كيف هلا فجأة كلهم تحمسوا، كل واحد لطايفته بده يولعها، ما ليش كرمال هالشي مش لشي تاني. طيب بالنهاية شو بتعمل هيدي؟ تقشط هالقصة كلها سوا، يعني الناس بتفلس، المصارف بطل معها سيولة، الدولة تعطل عن الدفع، شو ما كان كله مثل بعضه، هذا بيأدي لبعضه. شو بيصير؟ كيف الواحد في يعالج عجز بنيوي بميزان المدفوعات؟ في حل كتير بسيط. الناس اليوم بلبنان لما بتجي بيوصلها مصاري، مش هناك توقفت القروض السكنية، بيوصلها مصاري من شغلة من القروض، بالحلال بالحرام بشو ما كان، شو بتعمل فيها؟ بتروح بتشتري غراض. ما هيك لما بيروحوا بيشتروا غراض شو ما كانت الغراض، بما انه نحن ما بننتج شيء، هودي الغراض بيخلصوا انه بدنا نستوردون، بده يطلع دولارات لبرا. وبالتالي العلاج اللي رايحين عليه شيء كتير بشيء، هو التالي تخفيض الاستهلاك، لما تقلل الاستيراد بدك تقلل الاستهلاك. طيب مين في بهالبلد؟ لنبسطها، في بضعة اشخاص معهم مليارات اجمالا، هيدول حاطينهم برا، او اذا حاطينهم هون مطمنين فيهم يسحبون ساعة اللي كان، لانه هن والبنك فرشي، وهيدول لما بيشتروا طيارة او يخت عم بيسحبوا مصريات من برا، بالتالي ما بيزيدوا العجز. في ناس معترين اسم اكبر منهم بتزايد، هن غير لبنانيين من جنسيات مختلفة، من بنغلاديش وسريلانكا وسوريا ومصر والاخره، هودي بيحاولوا شوية مصريات لاهلهم، بس اخرتها هدول شو بيستهلكوا؟ ما بيستهلكوا شيء، هدول المشكله ما يحاولون يحولوا مصريات لبرا. وفي الباقي اللي هن معظم اللبنانيين، هلا في قسم منهم معظم اللبنانيين هن ازلام عند اول فئه، هدول فاكرين حالهم مدبرين حالهم، الباقيين شو ما كانوا بيشتغلوا باجر بلا اجر على حسابهم بالدوله مش بالدوله، بحلال بحرام، هيدول هن يلي بيستهلكوا. هيدول اذا كان انضغط على اوضاعهم المعيشيه وانضربت مدخراتهم، يعني فلس الضمان وفلست صناديق التعاضد تبع المعلمين والأخير، كله بالليرة كله رايح على الدبح هذا، وشغلهم تعطل وإلى آخره، وصار شوية مشاكل، شو بيعملوا هيدول؟ هو بيركبوا بالطيارة وبيمشوا.
إذا هجر له 200 300 400 ألف شخص. معقولة دكتور؟ طبعا طبعا معقولة. في خطة أنت كمان هجر؟ إذا هجر 200 300 400 ألف شخص بخف الاستهلاك. بخف الاستهلاك وبالتالي تستقر الأمور على صيغة يلي إذا بقيوا هيدول الزعمة موجودين هني أو بدون يورثوا، في مشكلة على الورثة كمان عندهم إيه، مع ضمانات خارجية ومعهم شوية أزلام وحرس إيه، بيضلوا ماسكين بالأمور وبيبقوا هودي المشحارين المعترين يلي معظمهم أجانب بيصيروا معترين ما قالوا كلمة هودي. منصير منشبه الوضع الاجتماعي تبع القسم الأكبر من دويلات الخليج. ما هن هيك عندك عائلة ومعه العسكر حواليون وحماية الخارجية ومجموعة أجانب هن بيشتغلوا. مزبوط. هيدا التحدي اليوم بدنا نكون متيقنين إنه بهالحجم ما نفكر إنه عم بيقطع الوقت ماشي الحال. لا، تقطيع الوقت جريمة. هؤلاء عاجزون وهم عارفين حالهم عاجزين وعم بيرتبوا مرحلة ما بعد، والتعامل مع هذه الوضعية يحتم الانتقال من الاعتراضات والانتعاض يلي عم نشوفه اليوم إلى قلب موازين القوى السياسية وإقامة دولة فعلية بهالبلد. يعني دولة مدنية، كل واحد إيمانه إله، بس الدولة مدنية ومنا ائتلاف زعماء طوايف كل واحد منهم يا مرتبط يا مراهن على شي طرف خارجي إنه هو بكرة رح يكسب وبيزبط لي أمري هون. وإضافة لذلك اللي عم نحكيه منه بس مخاطر اجتماعية، لأنه هذا التوتير اللي عم نشوفه لأسباب تافهة تافهة. واحد بيستأجر بيت، هيداك عي غيروا رئيس المخفر، لا بشرفكن. يعني هيدي مشاكل بتزيد تبه من جهة بتعبر عن الخناقة بيناتهم على الضروبة بعدين، ومن جهة تانية هيدي بتزيد القلق عند الناس وبتشجع أكتر وأكتر عيال اللي نقزتي منه من شوي يلي هو انه الناس تفل تهجر. تفل بقى المواجهه السياسيه اليوم مش على الموازنه اللي عم تحكي دكتور الافق تاعه، يعني عم تعطي حضرتك كثير تصورات، بس نحن اليوم أنا موجودين بعمق الازمه. انا عرفت من بعض انت الناس. ممكن في عنا افق زمني للي ممكن عم حضرتك تحكي. الافق الزمني بيتسارع او بيتباطئ بحسب تطورات عديده بيناتها قديش هذا المجتمع مستعد يواجه ويتحمل مصيره وما يخلي حاله ضحيه. إنما برجع بأكد هيدا الوقت كتير مهم، لأنه هذه الذخيرة يلي بعد اليوم باقية يلي عم بيروح منها مليار دولار كل شهر هيدي تمينة جدا، لأنه برجع بقلك الأزمة مش نهاية الدنيا. نعم. الأزمة محطة، هذه الذخيرة هي يتوقف على توفرها القدرة على إدارة المرحلة ما بعد. يعني إذا بقي عنا كم معين من الدولارات فينا نأمن الأدوية والقمح والمحروقات على سنتين، فينا نأمن إنه الناس يلي مؤسساتهم لح تفرط مش يسكروها ويفرطوا كل العالم، بيضل في قدرة للتدخل لتحويل الأنشطة من محلات يلي اليوم قايمة على الاستهلاك إلى محلات انتاجية. إذا ما في ذخيرة الوقع تبع الأزمة بيصير مأساوي بالكامل. هلأ السؤال يلي تفضلتي فيه، أنا عرفت من أحد الأصدقاء بالمجلس النيابي، نحن نعرف بعضنا كتير منيح بالبلد يعني، بس ما عندهم كلمة، المعلم بيحكي عن كل واحد كل مجموعة منهم، أنه سأل وزير المال أنه لحن ضاين لآخر السنة، قاله لح نسعى. يعني عم نحكي عن أشهر قليلة، أشهر قليلة أو عدد أكبر من الأسابيع بس. نعم. برجع بأكد مش معناتها إذا ضيلنا لوقت منيح، لأنه معناتها أنه منوصل إلى مكان يلي حصول الأزمة عنده يعني فقدان قدرة على إدارة مرحلة ما بعدها. نعم. لازم تصير بكرة هاي. طيب. إزاحته. رح نتابع معك دكتور شرب النحاس، ولكن رح ناخد اتصال نستمع أيضا لرأي يعني جهة بالقطاع التربوي كتير أساسية، الجامعة اللبنانية اللي هي أيضا تعيش أزمة اليوم بمطالبة الأساتذة المتفرغين فيها بعدم المس بحقوقهم القائمة وإعطائهم الحقوق المهدورة اللي عم بيطالبوا فيها من سنوات. دكتور يوسف ظاهر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيكم. يا هلا. خلينا نسمع من حضرتك شو آخر المستجدات بالملف، هل رايحة الأمور لانفراج أكثر وأكثر بعودة التدريس إلى الجامعة اللبنانية من جهة، ومن جهة تانية إعطاءكم حقوقكم دكتور يوسف؟ لك إن شاء الله خير. يعني نحن بعد شهرين من الإضراب ده بلشوا شوي إذا بدك السلطة تحكي معنا، وكأنه هالجامعة مهملة نهائيا، لكن
امبارح كان في اجتماع فيني يقول عنه بناء مع معالي وزير التربيه وكانت الهيئه التنفيذيه ورئيس الجامعه ومستشارين. هلا فيني يقول عفوا انه الجو ايجابي، يعني تم استعراض قضايا الجامعه كلها وتحرك الاساتذه، وشرحنا بشكل اساسي الغضب اللي كان من تاب الاساتذه والتصويت اللي صار السبت الماضي، اللي هو تصويت بيعبر عن حريه كثير كبيره وبيعبر عن رفض الاسلال اللي عم بيتعرضوا له وحملات التشويه اللي تعرضت لها الجامعه وتعرضوا لها الاساتذه. هلا بالاخير توصلنا اذا بدك الى نوع من تسويه كنايه عن 7 نقاط. هلا اعضاء الهيئه بالمباشر شافوا انه هذا يمكن المقبول بالوقت الراهن، وطبعا ما بتعبر عن طموحات الاساتذه ولا عن رؤيتهم الاجماليه للجامعه، لكن انه النضال بده يستمر بالايام والاشهر والاعوام القادمه، وهذه تعودت عليها الجامعه من سنه 58. نعم. هلا يعني معالي الوزير قال بده يسوق هالسبع نقاط ويشرحها للكتل النيابيه وللسلطات. نعم. ونحن كمان عندنا مؤسسات بقلب الرابطه بدنا نحاول نجتمع نحن والاساتذه عبر مجلس المندوبين عبر الجمعيات العموميه لا نشرح لهم هالحيثيات، واذا صار في ايجابيه معالي الوزير رح يقعد مؤتمر صحفي نهار الجمعه الصبح. رح يكون نحن موجودين كهيئه تنفيذيه وكرئيس مجلس مندوبين وامين السر. بتقلك على السريع شو هن النقاط السبعه. يعني هلا من بعد المؤتمر الصحفي اذا تم هالشيء هيدا انه تمت هالايجابيات من الاساتذه ومن معالي ومن السلطات، رح نحن ما نوقف الاضراب، انما بدنا نعلقه او بدنا نعلن توقيفه مؤقتا لاستكمال العام الجامعي. هلا هالنقاط هي اذا بدك اول شيء بالموازنه، يعني اعطاء موازنه الجامعه ما تحتاجه. نعم. وامكانيه زيادتها لدعم القضايا الملحه بالمختبرات وصيانه المباني ودفع مستحقات الاساتذه من القانون 46 على 2017. ثاني وحدة هي إدراج مشروع القانون تبع الخمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي. نعم. للأستاذ، وإمكانية تعديله بالهيئة العامة لمجلس النواب لحتى يستفيدوا منه اللي بيخدموا 15 سنة وما فوق. ثالث نقطة هي حماية صندوق التعاضد بجعل حسم 10% الموجودة بالمادة 94 من مساهمة الدولة لمرة واحدة فقط. نعم. والعمل على إلغاء التخفيض التدريجي كمان الموجود بالمادة 94 للوصال على مستوى التعاونية، وإيجاد تدابير داخلية للتعويض على الأساتذة بما يتعلق بهذه المنح. هلأ التأكيد على استثناء الجامعة والأساتذة من المواد 72 المتعلقة بمنع التوظيف، والمادة 90 المتعلقة بالحق بالمعاش التقاعدي من 20 سنة وبالطالع، وكمان من المادة 83 لحتى الأستاذ يقدر يكمل العام الجامعي إذا طلع على التقاعد وهو بنصها العام الجامعي لحتى ما يتعطلوا. طيب دكتور، لحتى نكسب الوقت مع حضرتك طبعاً يستاهل الموضوع حلقة كاملة لألكم. أوكي عالسريع لو سمحت. تفضل. في اقتراح قانون جديد لثلاث درجات رح يتولى اللقاء الديمقراطي تنظيمه، وعرضوه علينا النسخة الأولية النص الأولي وتسويقه باللجنة النيابية وإقراره بالهيئة العامة. عارفين نقطتين، الاستعجال برفع ملفي التفرغ والملاك من الجامعة إلى مجلس الوزراء، وآخر شيء ضرورة إجراء الانتخابات الطلابية والاهتمام بأوضاع الطلاب وهواجسهم وخاصة يمكن تمثيلهم بمجالس الوحدات. نعم. ومجلس الجامعة. طيب دكتور يوسف يعطيكم ألف عافية، بس طبعا هذه النقاط اللي لكم سنوات عم بتطالبوا فيها، هل بتعتقد أنه رح تاخدوها سلة وحدة بالرغم من كل السنوات اللي انقضت وانتوا عم تعملوا حراك حول ضرورة يعني انه تاخدوها بما انتوا تستحقوا؟ يعني في ثقة؟ خلينا نسأل سؤال. يعني هلا طبعا بالفترة الماضية كانت الثقة معدومة، بس هلا وصلنا على محل بدنا نقبل بهالشهادة ومشان هيك إلا منعلق الأضراب إذا طبعا الأستاذ كان مرات. هلا بنعرف انه الطلاب رح يبقوا ببيوتهم لحين الانتهاء من هالمفاوضات. هلا طبعا يعني انا بتامل انه نهار الجمعه يبشر الطلاب خاصه الطلاب بالخير، يعني انا ما بقدر اقول انه حصلنا على يعني دفعوا ثمن مهم دكتور طلاب. هلا صحيح، بس ملاكي يعني انا يعني بذكر انا كنت طالب مثلهم وما صار لي حظ اني فوت على كليه الهندسه، بس انا بنضالي بالسبعينات انا والطلاب وتقلت والف قصه، بس عملنا كليه الهندسه في شيء عملناه غير بالاضراب والاحتجاج. هلا صحيح اني موجوعين وانا بفهم وجعهم كثير، بس يمكن بهالعمل النقابي الجديد بهاللغة الجديدة بهالتحرك
رجعنا حطينا الجامعة، والجامعة بدها إصلاحات عمودية وأفقية. نعم، حتى الطلاب رح يستفيدوا إن شاء الله من هذه الإصلاحات، رح ترجع تنعكس الأمور عليهم بشكل إيجابي كمان. إن شاء الله خير، إن شاء الله. شكرا دكتور يوسف، إن شاء الله نسمع أخبار طيبة بالأيام المقبلة لحل حالة هذا الملف. يعطيك ألف عافية. معالي الوزير شر المحاضر. وصلت التحية. شكرا، يا أهلا وسهلا فيك ويعطيكم ألف عافية. بأمان الله. شكرا. تحب تعلق على السريع؟ إيه طبعا. تفضل. الحدث الأساسي ستنا مسألة إنه كل فئة عندها مكاسب حققتها وبتعتبر انه المس بهالمكاسب يستدعي الرفض، شيء كتير طبيعي. يعني اساتذه الجامعه والمعلمين والعسكريين والموظفين، بس في كمان القطاع الخاص، الاجراء والمضمونين والمستشفيات، كل ما حدا عم يجيب سيرتهم هول مع الطريق. بقى هيدا الامر هو موقف دفاعي اعتراضي. هيدا عم بيفترض انه يلي بالوجه هو في ظرف، يعني السلطة سلطة أمر الواقع، هو بظرف عادي يلي عم بفاضل بين بعطي لهيدا ولا بعطي لهيداك، بينما واقع الحال مش هيك. واقع الحال هو أنه في خسائر هائلة ما بقى في إمكانية لتغطيتها، وبالتالي وين رايحة هذه الخسائر تضرب. أمام هذا الوضع الجامعة اللبنانية إلى أهمية كتير كبيرة، والقوى العسكرية إلى أهمية كتير كبيرة. ليش الجامعة اللبنانية؟ بأي معنى عم بقول مش يوقفوا أصدقائنا بالجامعة كلية الهندسة، يعني من مؤسسينها كمان، بس هلا قصموها بحاصلوا نرجع للحديث مش وقته. الجامعة اللبنانية مهمة ليش؟ لأنه الجامعة اللبنانية بتضم عدد كتير كبير من الشباب يلي مجمعين مش مفرطعين، وبالتالي هني والأساتذة فيهم يكونوا رافعة أساسية لإسقاط سلطة أمر الواقع العاجزة والفائدة للشرعية. هون النقطة، يعني الانتقال كي يتحول من الموقف الاعتراضي إلى أن يصبحوا رافدا في بناء دولة فعلية محترمة بهذا البلد. وهيدا الأمر تبين بالتصويت يلي صار نهار السبت. نعم، كل أحزاب الطوائف بعتوا تعليمات لبيعتبروهم جماعتهم، وإذ طلع التلتين مقابلهم، هيدول ما طلعوا مقابلهم كرمال 1% و2%، طلعوا مقابلهم ليقولولهم شباب بكفي، انتوا بطلتوا زعماء تنطقون باسمنا على العمياني. هيدا الحدث أهم من مسألة المكاسب وشو حكي أكرم شهيب وشو بده يقدم، وماشي الحال ما بنعرف بعضنا من زمان هلا بده يقدم أكرم شهيب. طيب، وهذا اللي رجع خليهم يرجعوا لطاولة المفاوضات. أنا بدعي الأساتذة والطلاب بالجامعة اللبنانية يدركوا حجم التحدي ومسؤوليتهم. هذه السلطة فقدت قدرتها على الاستمرار. هيدول الطلاب اللي حيتخرجوا ما حيلاقوا شغل، اللي حيهاجروا، هيدا صندوق التعاضد عم تحكم عنه مش موجود، وإذا موجود محطوط بالليرة اللبنانية والفوايد هي على الدفتر ما في شي منه، ولح تنضرب. المسألة اليوم هي بين الوهم انه الواحد بعده عم بيحقق مكاسب، او تحمل المسؤولية والريادة في انه هذا البلد ينشأ فيه دولة يحسوا الناس فيها انه المواطنين ومواطنات، ويكون في كيان جامع اسمه جامعة لهؤلاء تكون لبنانية فعليا. ما توقفوا رجاء يلي حصل نهار السبت اشارة مضيئة تنطلع من هذا النفق والكبوس. ما ننسى أكرم شهيب وقت أزمة الزبالة بده يحول خلال 18 شهر لبنان إلى جنة، وينو ما يحو عم كب الزبالة بالبحر وعم بيعلقوا من عم يطرقوا المصريات. معلش منعرف بعضنا منيح، ما جيد نحاسب عن الماضي، بس ما نروح الفرص. والعسكريين أمر كتير مهم كمان، لأنه العسكريين بحكم طبيعة شغلهم وعيشتهم هن بيئة متقاربة لبعضها، في عصب بيناتها. هالتحرك لدى الجامعة يلي عندها هذه الصفة والمعسكريين يلي عندهم هذه الصفة المجتمعية بالحالتين بدلوا انه سطوة زعماء الطوايف عم تتفسخ، عم بتخف. لما بيطلع بوفد مشترك من شهرين جميل السيد ووهبي قطيشة
ووليد سكريجي ومين وشو اسمه وشامل روكوز ان كلهم عملاء متقاعدين. انت بس ما هيدول نواب وباطراف سياسيه متنوعه كمان. شو متنوعه؟ متناحره. وهيدول في بيناتهم تاريخ مرير. لما هيدول بيجتمعوا كلهم سوا وبيروحوا معناتها شو معناتها وبيروحوا عند كمان رئيس جمهوريه هو يعني ضابط سابق يعني طرحوا اختلافاتهم والتقوا على نقاط اجوا يقولوا كل واحد للزعيم يلي هو هذا النائب مسجل عنده انت ما بتمثلني. نحن جسم هيدا. هالاشارات لازم كل اللبنانيين ما ينظروا لهم بكل جديه. تفسخ سطوه هؤلاء يلي قاعدين ويلي قاعدين عم بيخبرونا اخبار على بس معنى يعني تسمحي لي بس كلمتين عن قضيه الموازنه يعني انه طيب نحن في بالموازنه قبل ما يغدروها مثل ما طلعت من الحكومه 86 ماده في 12 مادة يلي هي محلها بالموازنة يعني بيقولوا قديش تقدير الإيرادات وبيقولوا قديش الإذن بالنفقات وكيف التمويل والاقتراض. طيب ما هيدول كلياتهم أرقام كذبية. أول شيء في 6 شهور مرقت. تاني شيء هيدي أرقام مبنية على افتراض أنه في 11 ألف مليار جايين بواحد بالمية يلي مش صحيح. تالت شيء أنه الكهرباء رح ندينها السنة تردلنا وسنة الجاي كذبة. تالت شيء أنه المصريات يلي بغير مواد آيلين بدهن يعطوا سندات للضمان وللاستملاكات مش معتبرينا انفاق. وبالتالي هيدي عنا 12 مادة مكانهم طبيعي بس كل مضمونهم كذب. اثنين عنا 10 مواد على قضايا ضريبية اهم شي فيهم اثنين الضريبة على الفوائد يلي استثنوا منا الفوائد على سندات الخزينة العملات الاجنبية وقالوا هاي لثلاث سنين بعدين بترجع بطوطة مدري ليش. بس كمان هاي الضريبة على الفوائد لازم الناس تعرف انه بس قديش زادوها يعني ماشي يحرز زادوها ما معنى شيء يلي بيحرز يدبه هو. بس في نقطة مهمة الشخص أو العسرة اللي معه 5 مليون ليرة ويلي معه 500 مليون دولار عم بيدفعوا نفس نسبة الفايدة بحجة شو؟ سرية المصرفية. نحن ألغينا السرية المصرفية تجاه مش بس محاكم مخابرات العالم كله مخليينا هون بس تنطرق الناس. وعندك 3% على الاستهلاك يلي اقترحت. طيب 3% على الاستهلاك يلي اقترحت شو معناتها؟ هدفها تقليل الاستهلاك وبالتالي تقليل الاستيراد. بعد في يعني بس معلش هني هيدا مش رايحة للتطبيق ما رح يروح شيء للتطبيق انت بعالي من الاول لك. لا 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 معبلي معجي بس تنتبهي لهالقصة تشوف العجز. نعم اجوا طرح 3% على الاستيراد عفوا ايه 3% على الاستيراد يعني تماما مثل لو سعر الصرف الليرة بدل ما يكون 1500 للدولار أشط 3% يعني صار كل المستورد أغلى. هذا الواحد بياخده بشكل كتير واضح تيقلل الاستيراد لأنه ما بقى معنا دولارات. بس بما أنه ما عندهم حتى الجرأة أنه يعلنوا خياراتهم السياسية راحوا يغلفوها أنه هيدي قال شو لحماية الصناعة الوطنية. لا خيه مش لحماية هذه ما لأنه ما بقى معنا دولارات فاتوا بالكذبة كلهم سوا صار بدهم يحموا بلشوا شو منحمي وشو ما منحمي ومنستثني وما منستثني ونزلوها من 3 إلى 2 وهلأ بمجلس النواب شيلوها تيحطوا بدالة ضرائب انتقائية. شو منحمي؟ مصنع البراغي ولا مصنع العزاءات؟ مهمة هذه قصة وهذا مين بيخص وهذاك مين بيخص طارت. يعني عجز عجز عن مواجهة الواقع وعجز عن طرح حتى سياساتهم. بعدين قال عندهم إجراءات 9 مواد ليضبطوا الإنفاق يضبطوا الانفاق انه منع توزيع انصبة الارباح ومدري شو بمؤسسات يلي كلياتها مؤسسات غير قانونية. نعم. عندنا هيئة استثمار منشآت راديو اوريان السابقة يلي يسموها اوجيرو اسم الحركة هذه كذبة طويلة عريضة ومزراب سرقة مصاري بشكل جنون. طبعا عندنا منشآت النفط يلي ورثناها من الاي بي سي والتابلاين يلي ما لها صفة قانونية كمان هيدي مجال. عندنا المرفق يلي عندنا لجنة خبرة تتقدر شو قيمة الامتياز لنحوله للدولة بتقوم اللجنة بتعتبر انه المرفق صار ملكة وبتتصرف كأنها شركة. عندنا الريجي يلي بتربح ارباح وبتعمل سبونسورينج للماراثون وهي كل ما دخيلة جاية من الضرائب على استيراد واستهلاك الدخان. يعني كلياتها هيدي حالات شواذ غير قانوني يلي عم بيتعاملوا مع السلطة كأنها حالات أمر واقع لأنه هني ما قادرين يغيروا شيء. هني أي واحد بيتصلبط وبيفرض أمر واقع بيتكيفوا معه وبيتعاملوا معه. بعدين واصلين لعدد من الضروبة يلي هي 21 مادة يلي هي التسويات والإعفاءات. كيف بتجي السلطة بتحط مواد تكرارا هالمرة وغيرها انه بدنا نعمل تسويات يعني عم تعملوا تسويات مع ناس زعران تعدوا
على الدولة اللي انتو مفترض بتمثلوها، كيف تعمل تسوية مع حدا صغر؟ كيف يعني؟ كيف تعطي إعفاءات؟ واحد كان لازم يدفع مصاري من 20 سنة منجي منعفيه. طب هيدا لما ما دفع مصاري من 20 سنة رتب فوايد على هالمبلغ يلي ما دفعه، لازم مش بس لازم نزيد عليه الغرامات. ليش بتحفوه من الغرامات؟ المنطق مجرد قبول انه يكون في تورد كلمات تسويات وإعفاءات بشير بكل وضوح انه هذه السلطة فاقدة للشرعية ولا تسعى حتى لاكتسابها. بدنا نقطعك شوي دكتور كمال لحتى نسمع رأي اقتصادي آخر بهذا الموضوع مع ضيفنا خبير الاقتصادي بروفيسور جاسم عجاء. يعطيك العافية بروفيسور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم وبالمستمعين. يا هلا. طبعا اليوم الموازنة بين أيدي لجنة المال النيابية اللي عم تدرسها، بنحب نسأل حضرتك بداية كيف عم بتشوف هالدراسة؟ هل هي محض اقتصادية أم كمان مثل العادة معظم ملفاتنا بتشطح فيها الرؤية السياسية قبل شيء تاني؟ سيدتي، ما يحصل من تأخير بالموازنة هو جريمة بحق الاقتصاد وبحق المالية العامة. نعم. أولا بحق الاقتصاد الاستثمارات واقفة، الاستهلاك عم يرجع، في شركات عم بتسكر، كله ناطر حتى الموازنة تقر. نعم. ما بتاريخها، ما بحياتها، بتاريخ لبنان كله الموازنة اخذ 35 جلسة لحد هلأ بين الحكومة وبين لجنة المال والموازنة حتى يعملوها. طيب أنا بدي أسأل سؤال، ما زال هالقد ملاقيين مشاكل بموازنة 2019، ليش أقروا، ليش قبلوها والمواد، لأنه معظم المواد هني تقريبا زيتوا بال 2018 أقروها بأقل من أسبوع، البلد وقف، تفضلوا اشتغلوا على الإصلاحات بال 2020، نحن بنص السنة. تصنيفنا الائتماني وهذا الصعيد المالي رح يتراجع بسبب تأخير الموازنة، وصارت قيلتها ستاندر اند بولز وفيتش أكثر من مرة. التعديلات اللي عم بيقوموا فيها هي تعديلات، بعتذر على الكلمة ولكن شعبوية، لأنه بغض النظر عن شو عم بيطير من هالموازنة، عم بيطير إيرادات وعم بيزيد انفاق. هلأ سعادة النايب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة قال بالحرف الواحد بتصريحه أنه منهجيتنا تعتمد تخفيض الإنفاق وليس زيادة الإيرادات عبر الضرائب والرسوم. عظيم، أنا أحترم هذه المنهجية، ولكن عندي أكم من سؤال. أول سؤال، نحن هلأ بنص السنة، ماذا لو إحدى الوزارات أو المؤسسات تخطط بإنفاقها أكثر من نص الإنفاق اللي رح تحط الله هي اللجنة، شو بيصير؟ منوقف المؤسسة، منوقف الوزارة، أكيد مش رح يعملوا، فإذن رح يفتحوا اعتمادات من خارج الموازنة. اثنين، السؤال اللي بدي أسأله، شو اللي بيضمن لي، شو ما كان يكون نوع الإيرادات، إنه رح يكون في عندي حقيقة إيرادات كافية على نص السنة تقدر تغطي العجز أو النقص، وخاصة إنه الرسم 2% يلي هو حجم كبير بقلب الإيرادات تم تعليقه للبند. على كل، أنا اللي متخوف منه حقيقة إنه تكون في نية واضحة من قبل السلطة السياسية لنقل عجز الدولة على مصرف لبنان عبر هالقروض المخفضة بفائدة 1%، لأنه الإشكالية رح تضرب الاستقرار المالي أول شيء، والنقدي تاني شيء، المالي عبر تخفيض التصنيف الائتماني تبع الدولة اللبنانية، اثنين عبر مثل ما بيقول، لأنه السؤال الأساسي اللي بدنا نطرح لحاله كلفة ال 11 ألف مليار ب 1% هي 912 مليون دولار على مصرف لبنان. نعم. طيب أنا السؤال اللي بدي أسأله كل واحد منا بيسأله، من وين بده يجيب مصرف لبنان هذه الأموال؟ في عنده ثلاث احتمالات وما في مثل ما بيقولوا غيره، أو بده يطبع مصاري، أو بده يشيل من احتياطه، أو بده يعمل ميني هندسات مالية. نعم. حتى يقدر يلاقي هالمبلغ. نعم. إذا شال من الاحتياط هزت الاستقرار النقدي، والطبقة الفقيرة يلي كل ما تقولها باللبناني مثل ما بقوله رح تكون الأكثر تضررا. إذا طبع مصاري زيت النتيجة.
نعم. وهو الشغلتين عند حكم مصرف لبنان غير مقبولين يعني طيب. ما راح يدق بالاحتياط وما راح يدق راح يحط عملي يبقى الهندسه ماليه جديده يعني يعني بده يعمل مضطر لانه كيف بدك تامني هذا المبلغ وهذا الامر خطير لانه بالقراءات تبعول الاسواق الماليه مبين واضح بكل وضوح انه الاسواق ما عم تستوعب يعني البنك الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يعني اللي هو المصرف المركزي الامريكي قام بعملية شراء ممنهجة لأكثر من 80 مليار دولار سندات خزينة شهرية ولكن ما بحياته قام فيها بفايدة مخفضة عن فايدة السوق عطول كانت بفايدة السوق لذلك من هالمنطلق هذا بعتبر أنا عدم دخول الطبقة السياسية بعمليات إصلاحية بالطال ما كان الفساد الحقيقي لن يحل الأزمة رح نضلنا عم بندور حول بعض النقاط اللي هي لن تسمن ولن تغني من جوع يعني بمعنى أو بآخر يعني عم بدقوا بالعسكريين عم بدقوا بأساتذة الجامعة اللبنانية باعتقادي في عندك الأملاك البحرية والنهرية في عندك التهريب الجمركي في عندك صحيح. التهرب الضريبي في عندك هلأ بحسب كتلة الوفاء للمقاومة ملف جديد اللي هو المقالع والكسرات لا باعتقادي أنا الشخصي في إشكالية على نعم شكرا بروفيسور جاسم عجاء على الوقت اللي أعطيتنا إياه يعطيك ألف عافية نوصل للدقائق الأخيرة بهاللقاء معك امبارح كان في وفد من البنك الدولي بالبلد بيجوا هني والصندوق النقد طبيعي هدول بيجوا يعني في شيء مؤشرات سلبية على البلد صندوق النقد هو أهم شيء المعني البنك الدولي شغلته بيشطب القطاعات وخلية. بس صندوق النقد بيعمل تقريره السنوي عن الوضع طبعا يعني مبين عن شيء إنه منعرف القصص كلها عم بيخبرونا شيء جديد اللي عم بيقوله الأستاذ عجاء إنه ما بدعي كل واحد أنا نفكر شوي إنه كيف بدنا نصدق نحنا إنه يلي قاعدين بالسلطة هني ما انتبهوا انه في احتلال للأملاك العامة هلا عم ننبههم ما انتبهوا انه في كسرات عم نخبرهم يعني انه ما انتبهوا انه وزارة الاتصالات تحولت الى مجال للسرقة العلنية الباقيين اللي قاعدين على طاولة مجلس الوزراء ما كان معهم خبر لا ما كان معهم خبر معلش يعني هل قد منستهزئ بعقولهم وبعقول الناس ومندعي قال لمحاربة الهدر والفساد مع حاجة نضحك على العالم بقى شيء بيستفز هذا يعني. أنا كتير بيزعجني الحكي وبننبههم يعني إنه مننبههم أصير هني مش منتبهين خبرية أي. جديدة صاعقة ما حدا شايفها هيدا الأمر هو طريقة حكمهم مشان هيك ما مطلوب الواحد لا يطالبهم ولا ينبههم لهني منو أغبياء نعرف بعضنا كتير منيح ما حدا غبي هالقد يعني هيدي هي بالتحديد طريقة الحكم يلي قامت على أساسها هذه السلطة ما فيها تطلع منها ولذلك هي عاجزة عن مواجهة الحالة اللي اليوم موجودة ما بقى في دولارات يعني بنزينات خلصوا هي بكل بساطة طيب اليوم المواطن بدي أختم بهذا السؤال دكتور المواطن اليوم ملتهي بحياته الاقتصادية ما عم ينتبه لهيدي المناكفات اللي عم بتصير يمكن بيحضر بالأخبار بيشوف بالإعلام بس شو خلفياتها مثل ما حكينا مع حضرتك اليوم صلنا لخلفيات عن جد مرعبة إذا بدها تمشي الأمور تضلها بهذا السياق اللي ماشي فيه مسؤولية مين اليوم المواطن جرب نزل على الأرض مثل حركة حضرتكم أو أنشطة تانية أهلية وشعبية نزلوا على الأرض وما لم نأتي بنتيجة اليوم هالاهتزاز اللي موجود فيه السلطة والدولة بيساعد أكتر إنه رحنا نرجع نعلي الصرخة أم لا رح نرجع نوقف بسدودنا الطائفية والمذهبية وقوع الطائفة وقوع الزعيم وغير ذلك الناس جددت البيعة لهؤلاء بالانتخابات لأنه اعتبروا إنه لحقوا واتفقوا وعملوا انتخابات لا هذا اللي بيعطيهم فرصة كتير بريء وساذج خلينا نستفك شر لحقوا واتفقوا نعمة كريم نعمل الانتخابات مشان هيك راح كل واحد عند زعيمه يطيب له وأساس بيوقف ما بيل هديك وهن متفقين والآخرين طيب يلي عم بيصير اليوم من هادي عم بتشير لقلوا المناكفات شو هي هيدي يا إما عندك ناس لأنه القلة بتولد النقار يعني معروفة يلي ما بقى عم بيطلع لهم يلي بيعتبروه حد أدنى يعني مثل يلي بيعترضوا على مكاسبهم وحقوقهم عم بيعترضوا بقى فيها نكمل هيك عرفتكي بصيروا بيفتعلوا مشاكل لتسكيت المشاكل بركي بيطلع لهم قرشين بتعرفي كتير في
الناس بيتصرفوا بالطريقة بالابتزاز، بيفتعل مشكلة يطلع الورشين يعني. حتى بالإعلام في ناس بالزمانات تبجرايد عايشة عايشة يعني أنت ما سبك تفعلي، بيعملوا مشكلة بركي بيشتروا قرشين. في عندك عالم يلي بدهم يثبتوا مثل ما قلت لك قدرتهم تجاه الخارج انه هن جديين، لا سيما اذا كان بنظرهم الزعيم متقدم بالعمر وفي بالورثه، بدهم يفرجوا انه هن خارج يكونوا الورثه. يعني في عده عناصر بتدفع الى المشاكل. اليوم الناس كل واحد يتحمل مسؤوليته. اليوم الناس، انا حكيت بشكل واضح عن الجامعه اللبنانيه اساتذه وطلابا، وعن العسكريين وامتدادا منهم الى الباقيين من الادارات العامه. بدي ضيف النقابات ان كانت المهنيه ولا نقابه المعلمين يلي عندهم هيئات منتخبه يلي مسؤوله عن اداره وحفظ قيمه المدخرات مئات ملايين الدولارات ومش فرقانه معهم، وهدول عم بيروحوا ذبح وهدول بدهم يحاسبوا. إذا في إمكانية أنه الواحد بالفترة الأقصر يجمع هذه الكتل لفرض إسقاط سلطة عاجزة وفاقدة للشرعية وإقامة دولة فعلية بهالبلد، تدير المرحلة الانتقالية قبل ما تنفذ الذخيرة وتقدر تتفاوض مع الخارج من موقع الدفاع عن مصالح الشعب، مش التضحية فيه لكسب وكالة الخارج ضده. شكرا دكتور شرب النحاس، أمين عام حركة مواطنون ومواطنات في دولة، أهلا وسهلا فيك معنا. كلمة أهلي، الله يخليك. شرفتنا، شكرا على الوقت اللي أعطيتنا إياه، وإن شاء الله بيكون في لقاءات تانية نكون البلد إلى مراحل أكثر انفراجا. ما بعرف إذا قدي بعد فينا نتأمل، إن شاء الله يا رب. شكرا أيضا لضيوفنا اللي شاركونا عبر الهاتف، وشكر كبير لكل المستمعين اللي رافقونا عبر الأثير وأيضا اللي تابعونا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. رافقناكم عبر فترة حكي مسؤول هذا الأسبوع عبر أثير إذاعة البشائر. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم. حكي مسؤول. إطلالة أسبوعية على قضايا المواطن ومشاكل المواطنين مع أصحاب الحل والعقد.